السلام عليكم. شو بدي زاد فين رانا ولينا باش نتكلموا على نجوم نجم من نجوم في السعوديه. يبقى نجم من نجوم تاعها، كل بلد وعندها نجم تاعها. تروح للشيشل تسيب عندهم يشوفوا 100 جوال عندهم هما في الشيشل، كاع لي زوط وكاع كل بلد عندها الاخرى. حنا اليوم نتكلموا على يحيى شاهيري، وهذه الورقه السعوديه الرابحه للسعوديين، يشوفوا به ورقة رابحة للسعودية. يعول الجمهور السعودي على اللمسات الإبداعية للنجم يحيى الشهيري في منتخب السعودي في مباراة أمام روسيا بافتتاح مونديال 2018. ويؤدي اللاعب وسط مهاجم متعدد المواهب الذي يبلغ طوله متر وستين متر وستين والله ما نجم نقول لكم شحال، خاطر تبعت التقرير تاعه في السعوديه، تبعت القنوات تاعهم تاع الرياضه، تبعت والله ماني عاقل. دور مهم في صناعه اللعب وفرص التهديف للسعوديه، وكان من العناصر الاساسيه في تاهل بلاده لكاس العالم لاول مره منذ 2006. ورغم انه قادر على اللعب في مركز الجناح، يصبح شهيري اكثر فعاليه عند منحه حريه الحركه خلف المهاجم الوحيد محمد سهلاوي، وكثير ما يعود لمنتصف الملعب لتسليم الكره من اللاعب وسط المدافع عبد الله عاطفي، او من قلب الدفاع من اجل بدء هجمات المنتخب السعودي. وهنا ينحبسوا، هذه خطة تاع اللعاب، يبداو الهجمات من قلب الدفاع. هذه تكلمت عليها، قلت لكم روحوا شوفوا راموس كيفاش يلعب. راموس دي فوا تشوفوه يلعب في صانع العاب، اي من الحمد لله كتلعب مدربين قاريين وفاهمين قالوا لي صح اشترك تهدر. وهذه الخطة حنا كنا نديروها، ميم شتو بن طالب مي كان يديرها يعاود يرد البالو، شنا بالشيخ كان ينتقدهم، ما كانش على بالو بلي الناس من ربع سنين خرجوا خطة خصب له يقولوا يلبو غير ب 78، وين هادو الناس حطوا ويلعب الشهيري 27 عام حاليا في نصر الذي تعاقد معه من اتفاق في 2013 في سابقة قياسية سعودية بمبلغ 48 مليون ريال، ما يعدل 12.80 مليون دولار. لكن في جونفي الماضي تمت إعادته إلى ليفانسي الإسباني لاكتسابه خبرة أكبر في اللعب على أعلى مستوى دولي في إطار تحضير لمونديال روسيا. وسيلعب شهيري دور كبير مع المنتخب السعودي، وسيكون العنصر القادر على اختراق دفاعات الفرق المنافسة بطاقته ومهاراته وعينه الثاقبة في التمريرات والدقيقة على ذلك غادي نشوفوا هذا اللاعب كما يشوفوا فيه السعوديين نجم كبير، غادي نشوفوا مقابلة أمام روس من شي فريق اللي راه كما يقول لك معول باش يروح بعيد، ماشي الفريق منظم ولا آخر، بصح اللاعبين اللي عنده مقارعوش باش يروحوا فينال ولا يدوها ولا الا مفاجاه. كاش مفاجاه خمسة علام كيما يقول لك الكبار هما اللي غادي يتاهلوا، كبار اللي يروحوا المربع الذهبي الا مفاجاه قليله برك. شوفوا بصح الكبار هما اللي يوصلوا، اللي عندهم خبره كبيره. على ذلك اليوم غادي نشوفوا مقابله فريق من اجل يلعب امام جمهوره وفي بلاد في بلاده، وفريق من اجل التحدي وانجاز مفاجاه في اول مقابله. هذه هي صحيتو، غادي نشوفوا مقابله جميله. صحيتو.